السلام عليكم ورحمة الله. وصلنا لمجمع نور ستادين في مدينة يوتوبوري، مركز تجاري ضخم، ما شاء الله أعداد الناس هائلة جدا. يعني هذا من الأشياء المهمة، المراكز التجارية في كل مدينة تلعب دور كبير في جذب السكان لهذه المناطق. يعني لما يتوفر كل الماركات وكل المحلات، بالذات هنا بلد شتوي السويد. نور ستادين من مدينة يوتوبوري، مجمع ما شاء الله مزدحم. هلا بنعمل جولة داخله. طبعا أنا ما بعرف شو المجمعات الأخرى، لكنه شوي شوي بنحاول إنه نتعرف. يعني زي ما ذكرت سابقا، اللي عنده جوجل ماب بيقدر يتحرك، بس يكون عنده الشجاعة، ولو غلط الواحد مرة ومرتين وثلاث عادي بيتعلم، بس أهم شيء تتوفر عند الشخص حب الفضول والشجاعة والإقدام على التعرف على المدن وتعرف على الأماكن. هلا نفرجيكم المكان من برا وبعدين ندخل على جوات المجمع التجاري. طبعا كله قريب من وسط المدينة أو قريب من محطة القطارات. بعدين نرجع منكمل. هيو نور ستادين. فيعني من المعالم كل المدينة في إلها مجمعات تجارية متميزة، حدائق متميزة، متاحف، بحيرات، أنهار. هنا في نهر الجوتا اللي بفصل المدينة قسمين. فهنا شوفوا ما شاء الله العالم، يعني عن جد فعلا شعر حالي زي لندن. يعني نوعا ما بقولوا عنها لندن الصغيرة أو زي مانشستر. يعني في ما شاء الله حركة، يعني هنا شايف الناس مش ملتزمين أكثر من استوكهولم حتى. يعني شايف العالم، ما شفتش، نادر ما أشوف واحد حاط كمامة باستوكهولم. لسه كنت أشوف هنا ولا واحد حاط كمامة على ثمه، لكنه يوتيوبوري ما له دخل في العالم كله شكله. فما في حدا هون، هاي كل العالم ما شاء الله في حركة. نور ستادين سنتروم جاليري قريب من محطة القطارات، برضو مو بعيد. شكرا اخواني الكرام، بارك الله فيكم. انا يعني احيانا ما بقدر اطلع على التعليقات، لانه تعرفوا انتم انا هسه في مكان مزدحم، فلازم اطلع امامي، وبرضه في بعض الناس بنزعجوا من التصوير في وجههم، فبحاول اني اركز على الصوره الاماميه. بحاول افرجيكم المنطقه، المدينه، الاماكن التجاريه. هون حلاقين ما شاء الله، شيء حلو. يعني هون يعني سبحان الله كل مدينه بتشعر فيها شيء هيك، شعور مختلف، المشاعر. يعني إذا بدك تجرب مشاعرك، حاول جرب طبخات جديدة، جرب سفر جديد، جرب تعرف على جنسيات مختلفة. خلينا نرجع رجوع نفرجيكم المجمع والازدحام فمرات الإنسان بحاجة إنه يتعرف على مشاعره. السفر بخليك تتعرف على مشاعرك، بس بقول لك كيف بدك تعرف صديقك من عدوك بالسفر. طبعا أخواني الكرام بالسفر، بس مش السفر المرفه. يعني تيجي تسافر انت واحد درجة أولى، وفندق درجة أولى، وطيران درجة أولى، وكله درجة أولى. يعني انتوا هيك ما تعبتوا بإشي كتير، لكن لما يكون السفر فيه تعب وفيه تذاكر واحد بده يراكض عليها ومعوش مصاري ويلا يلا يكفوا، فوقتها ممكن تعرف الإنسان وتدور على فندق رخيص وهو يرضى ينام فوق وانت ترضى تنام بالسرير اللي تحت إلى آخره. برضو في المشاكل تتعرف على الناس، في المشاكل، في لعب الأدوار. بقول لك تقدر تتعرف على الإنسان، بالذات بالشركات لما يسلموا دور لواحد يقولوا له أنت بدنا نخليك مدير المبيعات وأنت كذا وأنت كذا. ففي أمور كثيرة بتتعرف فيها على الناس. ما شاء الله الهون مزدحمة جدا، لاحظت حتى أكثر من استوكهولم ما بعرف، أو يمكن اليوم ما بقى هو هذا صحيح. الأسبوع هذا عطلة، عشان هيك بتلاقوا الأطفال والأسر كله طالع، لأنه هذا الأسبوع هوست لوف فعطلة. فالناس ما شاء الله، والمجمع كبير، مجمع ضخم، يعني بتعرف شوين تروح، يمين يسار شرق غرب تختار. فالمجمع كبير وفي طوابق فوق وطوابق تحت كله فوق. حبيبي أخوي كرام الله يسعدك. فهذا من المجمعات القريبة عن محطة القطارات، برضو مو بعيد. يعني كله هذا وسط المدينة، وسط مدينة يوتوبوري، ماركات العالمية والمحلات.
يعني بدل ما الواحد يقعد يدور على مجمع تجاري بالذات الأسرة اللي بتيجي وبتعرفوا رحنا رجال نوعا ما بصير عندنا ضغط وتوتر لما الواحد يطلع مع زوجته أو يطلع مع خطيبته إنه بدي يدور على محلات وزائر لسه منطقة فهذا قريب هذا قريب بدل ما تقعد تلفلف في المدينة وبالسيارة وين أصف وين باركيرينج هذا المجمع قريب جدا على محطة القطارات وجميل وكل شيء فيه مطاعم ومحلات وكله فنحاول بعدين نكمل الجولة ونشوف إذا في هاي الهوئم طبعا مزدحم المدينة وزي ما ذكرت لكم يعني إنه ما في حدا حاط كمامات إذا بتشوفوا حدا هذا حاط ما شاء الله يعني غريب المدينة هاي مش ملتزمة بالمرة هو المسؤولية شخصية صارت بالسويد خلينا نفرجكم هالكيكات والله شوي بشهي طبعا زي ما حكيت لكم اليوتيوبوري عاصمة الطهي هاي الحلويات بس نعرف المطاعم هسه مطاعم عربية يعني كنت والله قبل شوي بدي اروح اكل في هذا صبوي بس قلت خليني بحب التونة وما تونة بس قلت خليني اصبر لي شوي ممكن الاقي لي مطعم عربي نجرب المطاعم البيوتبوري فقلنا ان الله مع الصابرين خلينا نصبر شوي نعمل جولة وما نستعجل فان شاء الله من لقينا ادعونا هيك نلاقينا مطعم عربي نجرب الاكل العربي هون في يوتبوري طبعا في لسه طوابق تحت اخوان الكرام يعني ما شاء الله ما شاء الله كبير جدا هاي تحت جاليري كبير كثير جاليري ضخم تعرف هذا الأسبوع عطلة عشان هيك ها فعلا ممكن لو ستوكهولم اليوم كمان يمكن نفس الشيء لأنه هاي عطلة عطلة الهوستلوف محلات معبية حتى أطفال جايين مع أهلهم فهاي الفترة عطلة عطلة للمدارس إلا اللي بروحوا أولادهم على الفريتيس على النشاطات هذا اسمه نور ستادين نور ستادين قريب من محطة يوتوبوري للقطارات مو بعيد فكل كل مدينة فيها يعني أماكن مهمة الدوائر الحكومية مهم فرشكن كاسا مكتب العمل الأسفي الدراسة لأنه اللي بيجي جديد بحبش يكلف نفسه مصاري كثير ويطلع ويلفلف فإذا بصح له مدينة هيك طبعا نادرا ما واحد يطلع له مدينة زي يوتوبوري أو ستوكهولم يعني زمان كان في ناس والله يطلع لها يعني في ناس اجت على ستوكهولم طبعا مش بالوسط المدينة طبعا بأطراف المدينة يعني زي ما انتم شايفين هذا مجمع كثير كبير ما شاء الله ما شاء الله وناس وحركة يعني شيء حلو احنا هاي الجهة اجيناها لا ما اجيناها يعني كل المحلات اللي بدك اياها تقريبا هون في السويد اللي موجودة موجودة هون يعني بدال ما ها تلفلف وتدور بتلاقيهم كلهم هون صب وين صرت شايف يمكن محلين ثلاثة عند المحطة وجنب المحطة هاي محل هون عليه إقبال كثير الصب وين حتى في بريطانيا والله عرب لحد الآن بتوقع فيها المدينة كثير بس ما شفت كثير لحد الآن فيه شفت عرب بس ما شفت ممكن الله أعلم في المدرسة في الشغل بس المدينة فيها لأنه فيها فوق 600 ألف عدد سكانها فتوقع أنه فيها فيها نسبة عرب هاي الجيجانتين يعني جلاس أولسون الأبوتيكت ماكدونالدز كله محلات جنب بعض فهذا الجاليري يعني باختصر على العيلة بالذات اللي جاي مع أولاده ومرته اللي بده يخلص هون بيجي وخلص هاي الصيدلية كمان هون حمامات طبعا اللي بينقطع أو إشي يا بروح على المحطة يا بيجي هون هاي تواليتات بس هون يمكن التواليتات انظف من تواليتات المحطة هاي طبعا اظافر كمان هنشوف المنظر من هون كيف يبين برا بعدين بنروح على البحر
شوف المنظر. نروح نرجع بدنا نشوف الجهة الثانية هاي اللي هناك. خليكم معنا شوي بدنا نحاول نروح. شفت في تكملة زي للمجمع هذا التجاري بس لازم الواحد يمشي برات المجمع. مدينة يوتوبوري. دخلت على موقع اشوف عشان اشوف المسافة زي ما ذكرت في البث الاول من ستوكهولم، بيقولوا انه 469 كيلو يعني مسافة وثلاث ساعات في القطار، بس بيقول لك اذا بتيجي بالسيارة على سرعة 80 بدك اكثر من خمس ساعات. ففي انواع من القطارات اخواني، يعني في القطار البطيء بجيبك فيها بخمس ساعات الا ربع، فمش كل قطار زي الثاني، بدك تكون عارف لما تيجي تحجز هل هو سناب توك ولا مش سناب توك. فهاي من الامور اللي بتتعلم بتتعود عليها بعدين لما انت تبلش تطلع وتنطلق في السويد. ما شاء الله ما شاء الله، يعني عالم عالم ما شاء الله، في حركة اليوم حركة بركة. سوق العرب بجانب سوق الخضرة يوجد فيها محلات العرب وبالذات لقمة القاضي يام يام. بنشوف ان شاء الله بنلاقيه ببين، لسه معنا وقت كبير. هلا بنروح على الجهة الثانية وبنشوف الوضع. في طابق طبعا فوق اخواني، في طابق فوق، في قاعدة فوق، حلو شيء حلو. بس احنا هيك يعني نحاول احيانا انه نسرع شوي لانه نحاول يعني هي لا يكفي يوم ولا يمكن اسبوع، يعني احنا التجوال فقط في وسط المدينه، ممكن اذا بدنا نلفلف احياء المدينه بدنا ايام وبدنا اسبوع وممكن بدنا اكثر، ما بعرف، ما بقدر احكم على المدينه من خلال زياره يوم، لكن انا دائما بحاول اسلط الضوء على وسط المدينه لأنه أكثر الناس بتيجي من برات المدن عشان تزور وسط المدينة، يعني أطراف المدينة يعني بتهم السكان أكثر شيء، يعني نادرا ما تلاقي لك سواح من خارج ستوكهولم جايين مثلا على المناطق اللي فيها أحياء أو شيء إلا إذا بيعرفوا ناس. هون المنطقة مزدحمة، اللي بعرف كمان في مجمعات تجارية تانية قريبة من هون ومعروفة يشاركنا، مجمعات تجارية، حدائق، مطاعم عربية، مسجد، هل المسجد قريب من هون ولا لا، اللي بعرف يشاركنا. أنا بعدين بعد ما خلص البث برضو بدور في جوجل ماب ويعني بريح وبتغدى وبرجع، برجع الكوب بتمشى بشوف البلد بعدين برد بصور، فيعني في فترات راحة. ما شاء الله مزدحم المكان هون كثير والمكان جميل جدا. إن شاء الله الصوت والصورة واضحين، احنا ما سألنا صاحب البداية عن الصوت والصورة، طمنونا على الصوت والصورة إن شاء الله واضحين. إنجنسول. هلا بالشتاء بتعرفوا انتوا الناس متركز على المجمعات التجارية، فالله يعينهم المدن الصغيرة اللي ما عندهم إلا كم من محل، يعني هذا اللي بهم بالسويد في المدن الكبيرة بالشتاء، إنه أنت بتقدر تيجي على مجمع زي هيك تتسلى تشوف العالم تقعد بكافتيريا بمطعم، بس المدن الصغيرة يعني كله شارع التسوق بيجيش، يعني بيجيش مسافة قصيرة جدا ويمكن كلهم كم من محل، فبشعر الواحد نوعا ما في الملل إلا إذا بتروح على المدن المجاورة، فهي مشكلة المدن الصغيرة في فصل الشتاء. فصل الشتاء هون طويل، فهي مدينة جامعية يعني برضو، يعني تعتبر زي مانشستر أو زي لندن، مدينة جامعية فيها جامعات مشهورة
بتدخل على جوجل بتكتب عن يوتيوبوري يكونوا حاكين عن فولفو وعن الجامعات وعن مدينة الطهي وعن فحاطين بعض المعالم الرئيسية. ما شاء الله. هذا الشارع هون شفت العالم في الجهة المقابلة ممكن البلدة القديمة أو في إشي معين مميز. سبحان الله بتبين الأشياء من بعد. النهر وين ما تتحرك في المدينة سبحان الله تشق المدينة. بعدين بنروح عند البحر نتفرج على الميناء ونتفرج على السفن. صوت وصورة واضحين ممتاز. فرجيكم المكان هون شكله في هون ما شاء الله يعني في حركة. ما شاء الله هي هاي مشكلة شغلة الباصات واللي تفار بنا يعني في الشتاء مشكلة. هاي المواصلات الخارجية القطارات اللي تحت الأرض أفضل لأنه تعرفوا برا اللي بيكون مع أولاد وعيلة مشكلة برد فالأولاد مشكلة يعني بصيروا يعانوا بصبروش كتير يستنوا مش زي القطارات اللي تحت الأرض. طلعوا قد في ناس عند محطة الباصات ومحطة فار بنا عالم أمم شكله تكبر المجمعات التجارية. هاي هون محلات شكله ملابس وشي يعني هون ذكرتني زي لين شوبينج. هذا الممر ذكرني بلين شوبينج زي هيك وسط المدينة بلين شوبينج. هون شارع زي ما تقول زي شوارع البلاد عندنا هيك ومحلات على اليمين وعلى اليسار. هاي شانيل ماركات العالمية. هنا حلو يعني هذا هناك هناك جاليري المجمع مغلق وهذا هنا مجمع مفتوح فاثنين مقابل بعض. هاي الورد هاي هون محل ورد شيء حلو مرتب. شوف العالم من هون كيف ما شاء الله ما شاء الله العالم أفواج والله ما شاء الله مزدحمة مدينة يوتيوبوري عداد. تسمع اللغة الأجنبية إنجليزي وما إنجليزي تشعر إنه فيها أجانب. ما شاء الله كويس سمعنا حدا بحكي سويدي. ما شاء الله هاي المنطقة شكلها مزدحمة. فرجيكم هذا الشارع من هون. متحف كثير حلو اسمه يونيفيرسوم. ببحث على الاسم وراه روح له كثير حلو ان شاء الله بنروح له. بارك الله فيك يا اختي. والله احنا جايين منها سياحة ونتعرف على المدينة وبرضو يعني ننشر معلومات مفيدة لإخواننا العرب لأنه في ناس عايشة صار لها 10 سنين و15 سنة وإحنا كنا يعني عايشين 13 سنة. هاي تاني مرة أو تالت مرة باجع يوتيوبوري ومرات جيتها بس مرات طريق عشان مقابلات الانترفيو. فيعني هاي الفكرة إنه احنا إخوان الكرام بنعيش ببلد طويل عريض من الشمال للجنوب نتعاجز نطلع على مدينة بعيدة عنا 100 كيلو 200 كيلو وممكن نطلع على تايلاندا عسبة انه نروح نغير جو. فممكن تغير جو بنفس البلد ممكن تشوف تزور البلد ممكن تعجبك في مناطق في البلد اكثر من برا. هاي نور ستادن من هون مبين عالم امم ما شاء الله ناس مدينة جميلة جدا يعني فعلا عن جد مدينة جميلة ورائعة. يعني هذا المدخل كمان بذكرني مانشستر زي هيك. في عندهم هناك أرندال مجمع تجاري اسمه زي هيك في الشارع في عندهم عاملين قارمات وشغلات. فالمدينة حلوة مرتبة كله قريب على محطة القطارات يعني مش بحاجة انت اللي بحب يمشي مش بحاجة لمواصلات يعني هاي مش بحاجة كلياتها 10 دقائق 5 دقائق مشي. هون المحلات فعلا المدينة فيها مصانع سيارات فولفو. كلام سليم أخوي كرم. ما
ان شاء الله في شباب، في جيل شباب عدد كبير ان شاء الله. المحلات طبعا على اليمين وعلى اليسار، محلات يمين يسار. حاول نفرجيكم هسه الجهه اللي وراه، في ناس اعداد ما شاء الله. فعلا عطله الهوستلوف اجت، جيتنا مع عطله الهوستلوف، طلعوا قد في عالم، في ناس ما شاء الله ما شاء الله. يعني فعلا تشعر حالك انه مش بالسويد، يعني السويد اللي عدد سكانها قليل. وهذا الاجواء كمان هيك يعتبر ماطره واجواء غائمه. هون ما شاء الله الطريق هذا لسه في عالم كثير، نشوف اني طريق فيهم. نشوف هاي ولا هديك. شوف هاي الطريق، سبحان الله الشارع ببين من بدايته. شوف زي هذا الشارع كيف العالم مبين كلها بتطلع منه، فحد بيعرف يعني الشوارع المهمة. طبعا هذا لسه في طوابق ومحلات وفوق وتحت. خلينا نمشي بالشارع هذا. يعني في عدة مدن قريبة من مدينة يوتوبوري، وقريبة كمان على مدينة هلسنبوري، يعني مدينة رائعة وجميلة بس أصغر طبعا بكثير، من كلها على البحر قريبة. يعني هون حتى من هون على البحر بالسفينة بتقدر تروح، بتوقع على الدنمارك، تقدر تروح على النرويج، تقدر تروح على عدة دول أوروبية، لأنه هي مدينة تقع يعني ميناء مهم بحر الشمال، فميناء مهم جدا. وزي ما ذكرنا بالبداية أنه كانت تحت يعني الاحتلال، أو تحت يعني كانت بإيدين النرويجيين والدنماركيين. تعرفوا أنت الدول الاسكندنافية، حكينا في الجزء الأول هن خمس دول بس مش كلهم بيحكوا نفس اللغة. السويد، النرويج والدنمارك بيحكوا نفس اللغة، لكن فنلاند وآيسلاند لغتهم مختلفة، حتى عملتهم هدلاك يورو، هدول عملتهم كرون، كل واحد مختلفين. يعني الكرون السويدي مختلف عن النرويجي، مختلف عن الدنماركي، وكلهم عدد سكانهم قليل، بس بعرف انه الدنمارك هي الأكثر في عدد السكان. يعني شوف هون هذا الشارع كمان الطريق، ناس كثير ان شاء الله. الصوت والصورة بعدهم واضحين. والله هون القطارات، هاي القطار، هاي السفينة، هاي السفينة اللي بالبحر بتمشي، فرجيكم اياها عن قرب. هاي بتمشي بالبر، بر مائي. هاي شكله الميناء قريب من هون، هلا بنروح. هاي تدخل بالماء على اليابسة وبالبحر، هاي اوشن باص. وانا شو بنروح على البحر، نعمل لكم فيديو من عند البحر. مشى شوي هون، شوف هذا الشارع برضو على الازدحام. هون ما شاء الله المنطقة كلها ازدحام. الواحد تحتار وين تروح، مناطق ناس ما شاء الله جميل. هذا الحصان موجود عندنا بستوكهولم زيه في قملستان، شكله من نفس السلالة، سبحان الله. في شغلات كثير متشابهة، هاي البسكليتات هون كله صاف. منطقة جميلة، عالم ما شاء الله، ازدحام. يا رب. عم نعرف مدى صعوبة السكن هنا في يوتوبوري، متواجدين معنا، هل في صعوبة كبيرة زي ستوكهولم؟ كم سنة حتى الواحد يطلع له بيت؟ هل اللاجئين، في لاجئين زمان طلع لهم بيوت هون ولا اشتروا شرية؟ شو أسعار الشقق؟ هاي بعض الأمور بيسألوا عنها المتابعين.
أسعار الشقق، شركات السكن شو أسماءها. كم تبعد؟ بيقولوا حسب المواقع بيقولوا 469 كيلو، 470 كيلو. قريبة على مالمو، يعني أقرب على مالمو. فيها حركة مواصلات كبيرة كثير. احنا في ستوكهولم عشان عندنا المترو، ف يعني الحركة بتكون بالشوارع أقل. حركة ممكن مشاة، ممكن شيء تاني، بس إنه مو زي هيك. يعني الواحد محتار وين نروح. هاي الجهة فيها ناس كتير، هناك في شكله، بس خلينا نروح جهة النهر نتفرج شوي. فياريت حدا يشاركنا من المتواجدين، زي بعض الأخوان اللي شاركونا في المتاحف ومطاعم. شو في مطاعم هون قريبة عربية، حلويات سورية أو حلويات، مساجد، شركات السكن اللي من سكان هاي المدينة بيقدروا يشاركونا، يا ريت. كيف تعامل السويديين مع المسلمين من ناحية العنصرية؟ والله هذا السؤال متكرر كثير. والله هذا بيرجع حسب اللي بالشغل بيشوف الوضع الشكل، واللي مع دائرة الهجرة بيشوف الوضع الشكل، واللي بيستنى زوجته بيشوف الوضع الشكل، واللي معه جنسية وعنده بيت وعنده كل شيء بيشوف الوضع شكل. فيعني ما بتقدر تقيس معيار، نحط معيار ونقيس عليه 100%. فيعني اللي مرتاح، يعني مخلص وماخذ جنسية وعنده سكنه وعنده كل شيء، نوعا ما العنصرية الموجهة له قليلة جدا. ممكن بعمله ممكن يلاقي، ممكن في العمل، فهمت كيف؟ بس زي مش زي اللي بنتظر إقامة أو بنتظر لم شمل، أو أولاده مثلا بمنطقة حي نوعا ما بيعانوا من عنصرية في المدرسة، فهي مختلفة المعيار. لكن بشبك العام عنصرية بسيطة، يعني ممكن لا تقارن في دول تانية بشكل عام. وهي ترجع للمعيار الشخصي، كل واحد كيف يشوفها حسب هو، حسب وضعه هو. واحد حاطينه بأقصى الشمال، حاطينه في قرية، حاطينه في، ما بتقدر يعني عبر لك عن الموضوع زي واحد ساكن في يوتوبوري أو ساكن في مالمو أو ساكن في حي راقي. ترجع لوضع الواحد المادي والمعنوي والتعليمي، فكله والاقتصادي طبعا المادي. هون شكله في حديقة حلوة، بس خلينا نمشي هيك شوي مع الناس هون نتمشى. منطقة جميلة هون كثير. تحيات إدريس، الحمد لله كل شيء تمام. مدينة يوتوبوري نتجول بهالشوارع وهالمناطق. جولة 5 ساعات اليوم إن شاء الله في يوتوبوري. وصرنا هلا مخلصين قديش، يعني من 11:30 صرنا ساعتين، وهي معنا 3 ساعات، 3 ساعات، 4 ساعات ممكن لـ5:30. فما شاء الله مدينة مزدحمة وفيها عدد سكان كبير، وفيها الميناء تقدر تسافر في السفن، قريبة على الدنمارك، قريبة على كمان مدن زي بوروس، زي انجلا هولم، زي هلسنبوري، وبعض المدن خوفدا برضو مو بعيدة كتير، قريبة الحمد لله. هون المتحف، مش المتحف، المسرح، المسرح الكبير ستورا تياترون. هون المسرح، بحب المسرحيات. هاي هذا الباص اللي تبع المي، هاي الناس هون جايين كلهم على الباص تبع المي. والله الواحد حاب يركب ونشوف بعدين. أو بشتري التذكرة يمكن من الموبايل. والله شكله، والله لازم أعمل لي ريحة رحلة. قال رحلة 250 كرون إخوان الكرام، الرحلة بالباص، الرحلة بالباص 250 كرون. حلو رحلة بالباص، نشوف بعدين إذا ظل معنا وقت نعمل لنا رحلة بهالباص. حلو، بر مائي يعني بمشي على اليابسة وبالبحر، حلو شيء كتير. هاي هون الموقف تبعه جنب الاسطورة تياترن. أتمنى أزور السويد إن شاء الله، ربنا يوفقك وتزور السويد.
هاي الحديقة ممكن اللي كنا فيها وجينا من جهة تانية، هاي التريد جورد الحديقة اللي صلينا فيها الظهر. يعني بيقدر الواحد يجي من الحديقة لهون، بس أنا ما كنت عارف الاتجاه. يعني سبحان الله لما تعمل لك زيارة مرة مرتين بتصير خلص، يعني تدبر أمورك. هاي الخبرة، يقول لك الثقة تأتي من الخبرة. بعدها بتصير تقول لأصحابك يلا تعالوا معي، أول مرة بتقول لا ما بعرف شيء. فعادة يا أخوان الكرام، الناس الواثقين من أنفسهم لأنهم جربوا أكثر، صار عندهم خبرة أكثر، ما ملوا، ما تعبوا، ما كلوا. شوفونا منظر الخريف كيف. فالثقة بالنفس الأغلب أو الثقة بالذات تأتي من الخبرة والتكرار والشجاعة. فاللي بكرر أكثر زي هسه السواقة، في ناس بتلاقيه ما شاء الله محترف في السواقة، كل يوم بسوق، أو الكتابة كل يوم بكتب، أو اللغة كل يوم بتكلم لغة سويدية. في ناس ممكن عايشة بالسويد تتكلم السويدية بالمناسبات، يعني في بس مع أتراك أو عرب كبار بالعمر ما بيستخدموا. حتى في بريطانيا كنت أسمع إنه في عرب أو باكستانيين أو جنسيات يعني أجنبية ما بيستخدموا اللغة الإنجليزية، لأنه طول الوقت عايشين في منطقة كلها نفس جنسيتهم، فما بيستخدموا اللغة الإنجليزية، وهاي مشكلة، هاي بتخليهم ما يندمجوا مع المجتمع. مش عارف نروح لهناك ولا لا، خلينا نروح على جهة البحر نشوف. نفرجيكم بوابة الحديقة هاي اللي هناك، اتوقع ان البحر بالاتجاه المعاكس. فما شاء الله والله مدينة مزدحمة، في عليها حركة، شيء حلو. شوف شوفي معلومات عن هاي الساعة، بيطلعوا هدول. شفت هور لونج تيد دين هارتور كنت فهمني اتشاره اوه لونج تيد التبرا 250 كرون انقربات نسيتا اوكي مني كده من استراند دين دين سيدن اندرا سيدن استراند الفاتنت ايه دين شوفوا فاتنت يا سن سو شادي نيت اوفر تي سينجن الا نوت انت مستاندينج فور ذا من يمين أرؤمية في القوت الاستراندين دين سيدان اها يو يو مستراند وان مينا دي هوري باطنت باطنت الله بوت الله تين دا تلزين تاك ميكس نيك مدة الرحلة بالسفينة هاي 75 دقيقة، والله رحلة طويلة هاي، والله شيء حلو. 250 كرون رحلة بالسفينة، هذا الباص البرمائي والله يعني شغلة حلوة. ساعة ونص تقريبا، يعني 60 دقيقة 25 15 ساعة وربع، ساعة وربع شيء حلو. نشوف الوضع كيف. لسه معنا وقت نروح نتمشى شوي عند البحر ونشوف الوضع. طيب اخواني الكرام، بلاش نطول عشان كل فيديو، حاول بس نوصل عند البحر نعمل لكم فيديو تاني. خلينا هسه نتمشى على راحتنا ونشوف بعدين شو بصير معنا، ونخبركم شو في مكان كمان تاني مميز بحيث انه نفرجيكم اياه لو بالمستقبل خططتوا تيجوا لمدينة يوتوبوري، يعني ترجعوا للفيديو يعتبر زي مرجع لبعض الناس اللي حابة تستفيد وحابة تزور مكان جديد في حياتها. السلام عليكم، تابعونا نشوف لبعدين شو بصير معنا. سلام.